رجعنا لكم تاني مع فقرتنا الثانية في حلقة اليوم. بيسعدني أن يكون ضيفي في هذه الفقرة المهندس رؤوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك. شكرا رؤوف، أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد، منورنا. الله يخليك. أنا بستمتع دائما بحديثي معك، ربنا يخليك. حديث مفتوح وجريء وما فيهوش سقف، ربنا يخليك. متعود أنا دايما بيبقى فيه ضيوف يقول لك ما تزنقنيش في ما تزنقنيش، ببقى مستمتع بالضيف اللي ما بيكلمنيش قبل الهوا يقول لي ما تزنقنيش، فأنا مستمتع بده وربنا ما يجيب زنقه. لا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد حضرتك سمعت معنا التقرير، في بعض النقاط طبعا هنتكلم عنها، وفي احداث جاريه دلوقتي حاليا موقف نادي الزمالك منها، سواء عوده الدوري من عدمه، دوره وديه، دوره ما اعرفش ايه، كاس مصر اتلعب بشكل فيه، يعني اطروحات كثيره جدا. مؤكد انتوا نادي الزمالك ناقشتوها ولكم فكر معين او اتجاه معين بتبلغوه لاتحاد الكوره في هذا الامر. وفي قصص كثيره عن اللاعبين ومستحقات متاخره، تحب نبدا منين؟ من حيث أشار التقرير، الأزمة المالية، لأن هي دي أهم حاجة دلوقتي وهي دي حديث الساعة. أعتقد مش في الزمالك بس دلوقتي. هي مش في الزمالك بس، بس أوه. يمكن في الزمالك يعني كلام كتير شوية، لأن نادي الزمالك بطبعه نادي جماهيري كبير، وأكيد الكلام عنه هيبقى أكتر من أندية تانية، مع الاحترام طبعا لكل الأندية، لكن شعبيته بتفرض أن أحداثه على الساحة وأزماته على الساحة، والإعلام بيهتم بأزماته لأنها اهتمام لملايين يعني، فما نقدرش نقعد ساكتين وما نتكلمش عنها مهما كانت صعبة. حضرتك، أنا بداية عشان أقول الكلام ده، مجلس إدارة الحالي برئاسة ممدوح عباس، مع احترام الألقاب طبعا، طبعا أي حد بنحترم ألقابه، الشخصيات العامة كلها مجردة من الألقاب يعني. فمجلس ممدوح عباس هو المسؤول حاليا عن حل هذه الأزمة، لكنه ليس مسؤولا عن تفاقم هذه الأزمة. بمعنى أن مش عايز دايما أقول إحنا جينا لقينا، لا، أنا حسيب الأرقام تتحدث عن نفسها. نادي الزمالك إحنا لما جينا حضرتك هتقول لي ارقام، هقول لك ارقام سايبين المجلس بالزبط. ولما رجعت له تاني بالظبط. بالظبط، وهتكلم في ارقام صغيره تدي انطباع عن الكل، مش هنقعد نطلع كل الكلام يعني عن كل الارقام وكده. احنا لما جينا حضرتك انتخبنا كمجلس اداره، كان هناك ازمه ماليه. نادي الزمالك بقى له فتره طويله بيمر بازمه من ازمات ماليه، كل الناس عارفه اسبابها ايه، حتى لو كان مختلف عن الانديه الاخرى. في اهمال كبير جدا في تنميه موارد نادي الزمالك من فتره طويله جدا، مجالس مش هنلقي اللوم على مجلس دون الاخر. في وقت بدات فيه تنميه موارد الانديه وخصوصا الشعبيه والجماهيريه مطلب اساسي، ما بقتش اوبشن كده ثانوي او حل ثانوي، لا، بقت حل اساسي، لان الدوله شالت ايدها عن دعم الانديه. كان زمان نادي الزمالك يتعب يروح رايح للمجلس لوزاره الشباب والرياضه يقول لهم ادوني دعم، ادوا له دعم، مفيش مشكله خالص، واخد بال حضرتك؟ وكان مقدر ان نادي الزمالك او النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي كلهم بقدر مساهم كبير جدا في اولا البطولات، سيبك من البطولات المحليه، البطولات القاريه او حتى الدوليه احيانا لبعض اللعبات، ده طبعا تمثيل مشرف لمصر. تاني حاجة امداد المنتخبات القومية في مختلف الألعاب باللاعبين، اللي ده إسهام من نادي الزمالك أو النادي الأهلي أو الإسماعيلي أو غيره، وكل زي ما بقول بقدره، واخد بال حضرتك؟ فكان دايما الدولة بتدعم هذا الموضوع. الدولة شالت إيدها تماما عن دعم الأندية، واخد، تدريجيا ابتدى كل نادي لازم يهتم بنفسه بتنمية موارده. الزمالك عانى في هذه الفترة من خلافات شديدة جدا داخل مجالس إدارته، زائد قضايا ومجلس بيتحل ومجلس رايح ومجلس جاي. فحتى أنا مش عايز ألوم الأفراد، وإن كان عليهم بعض العب إن هم ما ابتدوش أي سياسة، كان في ناس يمكن مستقرة في الأوقات دي وكانت منتخبة، لكن برضو التغيير في مجالس إدارات الأندية ما خلاش اللي بيجي يقعد على الكرسي بيخلي قدرته على تنميه الموارد ضعيفه جدا، لانه دايما مبسوط يعني، الناس او المستثمرين بينظروا اليه كراجل مش وضع قائم، مش وضع مستقر، ودايما راس المال عشان يستثمر يدور على الوضع المستقر، فده احد العوامل الكتيره مع اهمال بعض الاطراف بدون النظر لحد او غيره. لما جينا احنا كمجلس، اول مجلس اداره منتخب، واخد بال حضرتك، باكبر جمعيه عموميه في تاريخ الانديه، جمعية مش مزورة وانتخابات سليمة يعني، بغض النظر دي مش قضيتنا دلوقتي، لكن
مجلس منتخب بجمعيه عموميه كبيره وجمعيه عموميه جايه منتخبه مجموعه فبتقول للناس احنا بنختاره قايمه كامله يعني. قايمه كامله وبتقول لها ما عندكيش بقى. ابتدينا في الحقيقه وكانت يعني عايز اقول لحضرتك ابتدينا كان دايما هناك متاخرات للاعبين ومتاخرات للمدربين ومتاخرات فابتدينا نجتهد في حلول غير تقليديه لتنميه النشاط للنشاط الاجتماعي. ابتدينا في استعاده حقوق مع بدايه ولايتكم ابتدينا فعلا وابتدينا الى حد ما بنجاح في استعاده مثلا حقوق النادي المهمله في الاسوار السور اللي حواليه. يعني دي كانت حاجه مرميه خالص وده حضرتك حاجه تقدر باكتر من مليار لو اديرت صح واستعاد النادي حقوقه حواليها هتدر عليه سنويا ما لا يقل عن 150 مليون جنيه. واخد بال حضرتك هذه المحل يمكن اكتر من كده كمان انا مش شاطر قوي في الارقام. فابتدينا في الكلام ده وابتدينا استعاده حقوقنا ابتدينا نواجه بقضايا الناس اللي خدوا قضايا في غيبه ادارات نادي الزمالك المتعاقبه خدوا قضايا وكسبوها ابتدائي واستئناف وحولوا المحل الى محل ايجار قديم يدفع في ال 100 متر اللي على شارع جامع الدول العربيه 100 او 110 جنيه في الشهر. حضرتك متخيل الرقم؟ فابتدينا نستعيد بعضها هيئات ابتدينا نتكلم معاهم وقد حصلوا على احكام اقتنعوا وابتدينا نرجع بارقام تانية خالص. واخد بال حضرتك؟ وابتدينا نحل المشكله رويدا رويدا. انا بعترف قدام حضرتك وقلت الكلام ده بعد ما المجلس بتاعنا مشي ان خطواتنا ما كانتش بالسرعه الكافيه. دي حقيقه ولازم اعترف بيها. لكن انجزنا مش ما انجزناش اشتغلنا وعملنا حضرتك ابتدينا نقرب الجاب او المسافه ما بين المديونيه بتاعت النادي في حاجات كتيره. ابتدينا الضرايب نواجهها. الضرايب كان علينا 30 مليون و30 مليون تهرب ضريبي كلها على مجالس سابقه. واخد بال حضرتك؟ كلها على مجالس سابقه. ابتدينا نواجهها نقلل بعض المديونيات يعني احداها على ما اذكر الرقم من 15 مليون ل 3 مليون انت عارف حضرتك الضرايب بتواجه وبتطعن ومش عارف ايه. وابتدينا كل ده مواجهه شبه حاسمه مش هقول حاسمه 100% مش هقول ان ادائنا كان مثالي 100% عشان لا اضحك على نفسي ولا اضحك على الناس لكن كان جاد الى حد كبير وكان منتج. ابتدينا نقرب الجاد ابتدى المدربين نقللهم للفرق شهرين بس. واخد بال حضرتك من الكلام ده؟ مستحقات اللعيبه ابتدت تقرب جدا. واخد بال حضرتك؟ انا هقول لحضرتك ارقام طلع بعد كده طبعا مع كل الاحترام للاخوه الزملاء الاعزاء اللي جم كمجلس معين لكن طلعت ارقام وانا رديت عليها يمكن بس معرفش صوتي كان مسموع ولا ما كانش باين في الزحمه. ان النادي سايبين لنا النادي مديون ب 100 مليون كلها حضرتك من مجالس سابقه مش من مجلسنا اللي هو المجلس المنتخب. سايبين لنا النادي اللي هو انتوا يعني اللي احنا سايبين لهم النادي للمجلس المعين قال كده. ال 100 مليون دول كان فيهم حضرتك 40 مليون دم ممدوح عباس اللي هو الراجل ما بيطالبش بيه سو فار يعني موجود مش موجود الراجل ما طالبش بيه لحد دلوقتي. وقرض حسن الراجل يعني بدل نقول له متشكرين نقول يعني بغض النظر انا ما كنتش معاه في استعماله لهذا الدين او كده لكن انا اعلم من معلوماتي انا انه سدد حاجات برضو عاجله وكانت مستحقه للارض والحاجات دي جزء كبير منه يعني. منها حضرتك حوالي 30 مليون مستحقات للضرايب عن 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 مجالس سابقه مش عننا حاجات للضرايب كسب العمل مستحقات يعني والاوقاف اللي هي قيمه الارض بتاعت النادي دي بقى أصلاً. حضرتك كانت يعني حاجه كلام حق يراد به باطل يعني ايه الارض دي احنا اشترينا معظم الارض اللي في ستة في 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 100 عقبه واشترينا ارض 6 اكتوبر شراء مش حق انتفاع ملك النادي ومعظم الارض اللي في 100 عقبه مش كلها لسه في جزء ما زال حق انتفاع ان شاء الله هنحوله. الشراء ده مهم جدا وهقول لحضرتك لو عايز تعرف فوائده اقوله لك. المهم لما اشتريناها اصبحت عليك ديون بتسدد على 15 سنه فده دين على 15 سنه حطوه كما لو انه يعني جمعوه الدين بتاع وحطوه في ال 100 مليون فكان كلام مش مظبوط. فانا اسمح لي اقول حضرتك ارقام نادي احنا سيبنا ما بقولش ان احنا سيبنا النادي بريء تماما من كل الديون الماليه ولا لا بس بالشكل عايز تقول اللي كان بيقال انا هقول لحضرتك حاجات عمل شغل عمل احنا سيبناه بكام وبقت كام. احنا سيبنا المستحقات للفريق الاول لكره القدم المتاخره 4 مليون 355 الف جنيه
دي متاخره يعني ساعه لما مشيها متاخره شهر شهرين ثلاثه، لكن في حجم لحظه ما انت سبت النادي كان دي مستحقات مفترض تحصل قبل ما تسيبوا النادي. انا هدعي واقول ان دي متاخرات عمل حتى يعني من الطبيعي ان انت تتاخر شويه. 4 مليون في النسبه لحجم فريق كوره يعني رجعنا حضرتك لقيناها 15 مليون و30 الف المستحقات لفريق كره القدم. احنا جينا النهارده لقينا مستحقات فريق كره القدم المتاخرات 15 مليون و30 الف. لقينا حضرتك يعني تقريبا 3 اضعاف تقريبا اكتر من 3 اضعاف اكتر من 3 اضعاف حضرتك مستحقات المحترفين اللعيبه. ما انت كل اللعيبه دلوقتي عندك في كره السله والطايره والولاد انت عامل معاهم عقود، فاللعيبه دول المستحقات المتاخره ليهم مليون و67 الف وانتوا ماشيين او احنا ماشيين. رجعنا لقيناهم 5 مليون و400 الف. واخد بال حضرتك؟ دي ارقام احنا ما بنتكلمش عنها. ما عوضوش من ساعه ما مشيتوا. لا الله اعلم بقى. تقريبا يعني. لا ما اعتقدش لان هو العقود السنويه بتصل في. هو مجلس المعاون برضه فترته ما كانتش 5 سنين ولا لا هي كانت سنه بس سنة. هو مستحقاتهم كبيره مش قليله، مستحقاتهم من 3 مليون و4 مليون يعني في السنة. في فرقه في فرقه 3 مليون لما تجمعهم كلهم لان اصبحت العقود كبيره. اقول لحضرتك ايه ولا ايه؟ في حاجات كتيره جدا مش يعني مش عايز بقى اتكلم في اكتر من كده. ضرايب تضاعفت مش عارف ايه، لكن انا اديت حضرتك رقمين بدلات ناشئين الموضوع. بدلات ناشئين كره القدم من 984 متاخره ل 2 مليون و700 برضه يعني. فده يوري لك ان لما استلمنا النادي مش عايز اقول استلمنا بقى خرابه واستلمنا مش عارف ايه، لا احنا في ازمه. بس بيخطرني سؤال يعني ليه المجلس المعين لما استلم وجه ليكم هذا الشكل من اللوم والنقد والهجوم يعني؟ وحضرتك احنا بقى لنا اكتر من شهر ما اتكلمناش في هذا الموضوع والناس بتلومنا، لان انت بتقول ان انتوا بتهدروا حقكم والناس بتحس ان انتوا سبب للازمه وما حلتوهاش، بينما الحقيقه لازم الناس تعرف انتوا استلمتوا ايه. فانا ما رضيتش استلم بارقام جزافيه، انا اللي بقوله ارقام حقيقيه من سجلات واوراق من من المدير المالي. هات لي كذا ده كاتب لي حضرتك بالتاريخ يعني هقول لحضرتك كاتبه بالتاريخ الراجل انا اسف. الارقام الاولانيه اللي انا قلتها حضرتك 22/9/2010 تمام. الارقام الثانيه 25/12/2011 ده يعني بالديت. واخد بال حضرتك؟ غير بقى لو حضرتك انا اتكلمت على التضخم الكبير جدا في عقود لاعبي كره القدم بدون ذكر اسامي لانهم كلهم ولادنا، وانا مش متطرق هنا لانتقاد واحد ده بياخد كتير ده بياخد قليل ده مش عارف ايه يعني. حضرتك تقصد اللاعبين اللي تم التجديد معاهم خلال السنه دي؟ في ثلاث اربع لعيبه ارقام كبيره جدا. معلش انا حضرتك ما طب بس خلينا ناخد مثال شيكابالا كان عقده. لا معلش يعني دي النقطه دي مهمه. كان عقده اوريدي هو العقد بتاعكم اللي انتم كنتم مجهزينه لابرامه مع شيكابالا وحصل خلاف، وكنت حضرتك من الناس اللي كانت في مجلس الاداره مختلفه على هذا العقد. آخر حضرتك مش مهم انا وغيري. ما اقصدش يعني المهم مجلس ادارتنا. بس هو نفس العقد اللي كان حتى انتم مجهزينه. هذا العقد حضرتك المسؤول عنه لو مجلس الاداره وافق عليه او وقع عليه رئيس النادي اصبح مجلس الاداره هو المسؤول عن هذا العقد. يعني لو انتم كملتوا ما كانش العقد يبقى بالقيمه دي؟ لا بص حضرتك بلاش اقول او لا وادعي لنفسي ما ليس من حقي ان انا اقوله، لكن انا بس بقولها لك مجرده ان مجلس الاداره لما عرض عليه العقد ما وافقش عليه ساعتها. واخد بال حضرتك؟ امال ازاي العقد وقع؟ انا مش عايز يا استاذ محمد اخش في تفصيله لان شيكابالا ده ابننا و لا مش بعيد عن يعني مش لا انا بدي المثال ده ليه؟ محمود فتح الله جميل ولاعيب مش عارف ايه بس مش عايز اخش تفاصيل. لا اقصد ليه بقول المثال ده؟ لان شيكابالا عقده الوحيد اللي مشترك في المجلسين ان هو لا هو ومحمود فتح الله وتم الاتفاق معاه وميدو. لا هو ومحمود فتح الله وميدو واخرين. لا ده كان ميدو مش مشترك، محمود فتح الله مشترك بس اللي عمل العقد مجلس المستشار كلال. لا يعني كان برضه صيغه العقد وقيمته كان معروض عليك وفتح الله وقتها. أيوة. نفس العقد بالظبط. ايوه بارقام ما اعرفش بارقام وانا مشتوش لحد دلوقتي، انما عرض علينا عقد والمجلس وبرضه وقتها قلتوا لا قلنا لا لازم نفاوض اكتر من كده الارقام كبيره. انا برضه انت حضرتك بتجرني لحته حساسه شويه. لا بس شيكابالا ليه؟ لان عقده كان الوحيد المشترك ما بين مجلسكم وصغيرته. لا هو ومحمود فتح الله ووقع من مستشار جلال. لا ومحمود فتح الله كمان وفتح الله اوكي. بس هي مش دي القضيه، القضيه ان هذه العقود وقعت بموافقه مين؟ المجلس اللي وافق عليها هو مجلس المعين. مش عايز برضه اكيل اتهامات. جايز احنا لو كنا كملنا كنا وافقنا على عقد وعملناه زي ما هو تحت ضغوط معينه او تحت احتياجات معينه او جماعه الله اعلم، لكن انا بقول لحضرتك اللي يهمني دلوقتي الحقيقه.
الحقيقة الرقمية ده ايه وده ايه. طب هو السؤال لو انتم الوقت حضرتك بتقول لي انه العقود دي عامله تضخم اكيد يعني. لا دي مش دي وبس, في تضخم كبير في العقود وقد يكون بعضها مستحق على فكره. ما هو انا برضو ما ينفعش ان انا اقعد هنا واكيل الاتهامات للزملاء واخد بال حضرتك وانا برضو مش واعي تماما ايه الضغوط اللي كانت عليهم وايه الاحتياجات وايه التقارير. اصل تقيلت ليكم الاتهامات يعني, اتقال ان انتوا مسلمين النادي خرابه و100 مليون وكان الكلام. انا فسرتها وقلت لحضرتك بالتفصيل وقلت الفرق ما بين ما سيبنا النادي ورجعنا مسكنا النادي. تمام. خلاصة الكلام ده ان انا عايز اقول نحن لسنا مسؤولين عن الموقف اللي احنا فيه, لكن احنا مسؤولين بالتأكيد كمجلس ادارة على حله. لكن احنا ما خدناش الوقت الكافي, احنا مجتهدين جدا اكتر من يعني واحد في المجلس وبره المجلس واخد بال حضرتك في محاولات لايجاد حلول سريعة. واخد بال حضرتك لو ما رجعتش كرة القدم اعتقد ان احنا علينا ان نواجه حلول اكثر صعوبه مش عايز اتكلم فيها دلوقتي, لكن خلينا نستنى. لو ممكن مثلا تعيروا لاعبين ممكن بقى نبتدي نفكر في كده, في اعاره لاعبين, في بيع لاعبين, فاذا كان خلاص النشاط مش موجود واخد بال حضرتك. وفي نفس الوقت في ضغط عليكم مادي بالظبط يعني في مستحقات لازم تصرف. انا دايما اقول كلمه استاذ محمد, سواء انا بقى يعني نجحت في نقلال زمايلي او ما نجحتش, المجلس الناجح هو اللي يحل مشاكل نادي الزمالك بحيث يبقى فيه استقرار بعد كده يتيح له انه يكسب بطولات ويستمر. انا مش دايما يعني دي فلسفتي الخاصه, معلش هسمح لنفسي اقولها, مش هموت على البطوله, هموت على البطوله, انا زملكاوي وعايز الزمالك يكسب, لكن ما يهمنيش قوي ان انا اكسب بطوله واقع بعديها 3 4 5 6 سنين زي ما حصل قبل كده. يعني انا في وقت ما كنتش راضي عن احد مجالس الادارات المحترمه, مش عايز اتكلم على حد, وكنا بنكسب, كسبنا بطولة 2 3 في عدة بطولات, لكن أنا شايف إن الدنيا بتنهار, أنا شايف واخد بالها, وإن بعد كده هتحصل مشاكل كتيرة. فهو ده المقياس, إن إحنا نحط النادي مرة تانية على التراك. ونادي الزمالك غني باسمه الكبير وفلسفاته وأرضه في 6 أكتوبر وحاجات كتيرة جدا. طب خلينا اسال حضرتك, طب فيما تفكرون فيه, انت حضرتك بتقول لي انه في ارقام دلوقتي في 15 مليون مستحقات متاخره مثلا لفريق كوره للاعبين. طب الرقم ده ممكن يكون اتحرك, انا اديتك دلوقتي الارقام ساعه لما استلمنا. تمام. ممكن يتحرك اب اند داون, انا مش متابع اول باول, لان في الحقيقه طب انتوا بتفكروا هذا الهم الكبير عيني ملقى على كتف الاستاذ ممدوح عباس, لان دايما الرئيس لا يعني هو اللي بيوالي الامور الماليه دايما الرئيس. فاحنا طبعا ازاي لغايه قبل حضرتك ما تدخل الاستوديو لسه بنسمع انه الانديه لها فلوس مقابل اللاعبين اللي اشتراهم نادي الزمالك, يعني ان اللاعبين لغايه دلوقتي ما خدوش فلوسهم, حتى النجوم يعني بيتقالش كبالة ما خدش, ميدو ما خدش, عمرو زكي, يعني في نجوم كتير جدا لها مستحقات ماديه لغايه النهارده لسه بنسمع الكلام ده. كنا متصورين عفوا ان المقاطعه شارك تجاوب كله, بصراحه الراي العام كله كان منتظر انه مجلس حضراتكم يجي على راسه السيد ممدوح عباس هيحل كل المشاكل الماديه في 5 دقائق يعني. لا. كل الناس كانت منتظره ممدوح عباس كاسم تحديدا انه هيجي طبعا مع حفظ الالقاب. اكيد وصلك كان الشعور ده من من الاعضاء ومن الجمهور, يعني فكره الناس كانت مرحبه جدا بعوده المجلس ده, اللي هم مش عايزين يسمعوا بقى ان مشاكل ماديه وناديك يناديك والكلام اللي كان بيحصل في الفتره دي. ورغم كده جيتوا وجي السيد ممدوح عباس تولى سفينه نادي الزمالك مع مجلسه ومفيش حاجه اتحلت. لا انا كنت حضرتك في المرات القليله اللي اتيح لي ان انا اطل اطلاله اعلاميه كنت باكد ان احنا ما عندناش عصايه سحريه, وان الناس لازم تفهم ان احنا برجوعنا هنواجه المشاكل لكن هناخد وقت عشان نحلها. وكنت حريص ان انا اقول الكلام ده لان انا كنت فعلا خايف جدا من هذا الشعور لان انا كنت حاسه. وعايز من جلساتك العاديه كده هتوصلك. طبعا ومن الاعلام ما احنا بنطلع. فانا كنت بحاول اقول يا جماعه, حتى اللعيبه نفسها, كل الناس حتى في اي حته كانت متخيله ان احنا هنرجع. لا يا جماعه مش كده, الدنيا مش كده, احنا هنرجع نبتدي نشتغل من تاني واخد بالك علشان نحل المشاكل دي, ودي هتاخد وقت. طبعا احنا معنيين, بس انا في سؤال زنقني قوي عشان افضل اقعد معاك وانا مرتاح المدرسه قاعد مش مرتاح على الكرسي. فالاستاذ ممدوح عباس دفع جنيه من جيبه من ساعه ما جه نادي الزمالك ولا لا؟ انا على قدر معلوماتي ما دفعش,
والاستاذ ممدوح عباس برضو عشان قبل ما نتكلم عليه انا عايز مش اجبار طبعا ان يدفع لا لكن هو السؤال بس عشان الناس متخيله انه كان هيجي يضخ بسرعه فلوس جدا في حل كل المشاكل وبعد كده هو ياخد فلوسه تاني لكن لما يحصل انكم او فلوس تخش الجيب. لا هو الاستاذ ممدوح عباس من ساعه الانتخابات عشان برضو الحق يقال الراجل غايب عننا قال انا مش هضخ فلوس في نادي الزمالك وهو بيرشح نفسه وفي مؤتمر ويمكن اللي جوه النادي الانتخابي انا فاكر الانتخابي وقال انا لن اضخ فلوس في نادي الزمالك احنا هنعمل على تنميه موارد نادي الزمالك حتى يعتمد على نفسه فيعني انا شايف ان الراجل برضو يعني انا ما انا قال ده والناس انتخابيه تقصد تقول انا ده نمره واحد نمره اتنين هو دفع يعني يعني قد اختلف معاه في حاجات لكن الراجل دفع كتير قوي يعني في الحقيقه يعني الراجل دعم النادي جامد جدا ودفع فلوس كتير يعني مفيش حد دفع عظيم مفيش حد يدي نادي 40 مليون جنيه ولا 42 مليون جنيه قرض حسن يعني انت عارف الانترست ريت بتاعهم السنه قد ايه فالراجل محبته للنادي وتقديره ليها عبر عنه ماليا بقدراته الماليه بشكل كافي قوي النهارده بقى قدراته الاداريه هو واحنا اللي عبر عنها بقى شغلنا يعني هو واحنا ما بقولش هو لوحده ف انا من لغايه دلوقتي ما فيش فلوس الدفع تقصد يعني منه هو على قدر معلوماتي يعني. انا مش عارف برضو لانه هو هو بيدير الاموال على قدر ما الله اعلم يعني لكن اكيد لو دفعت في مجلس الاداره هتبقى على علم عشان يبقى قرض يعني لازم موافقه مجلس لو كان قرض ما هو ممكن يكون تبرع لكن كقرض يعني في النهايه ما وصلش لحضرتك معلومه بكده لا ما عنديش معلومه بكده تمام المهم حضرتك ان احنا يعني عندنا حلول عاجله بنسعى اليها في مشروعين ثلاثه بنشتغل فيهم بسرعه جدا بنعمل ان هم يعني مش عايز اتكلم على تفاصيل لان ده يمكن بيأثر عليهم او على يعني مش الحاجات التقليديه زي المحلات زي حاجات بعضها حاجات تقليديه يعني فيهم واحد او اتنين يمكن حاجات تقليديه بنجري وراهم لان اصل ده 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 في حد ذاته بيمثل لك دخل على اللونج ران كمان مش النهارده بس يعني وده المفروض ان انتم موجودين او مش موجودين النادي يعيش يعني بالظبط يعني دي مشكله كل انديه مصر بالظبط لا انا عايز اقول لحضرتك طبعا في حاجات تانية ان احنا عوده كره القدم احنا بنتمناها طبعا ان تعود يعني ودي في حد ذاتها في دخل بقى من الرعاه في دخل من بس الفضائي بس الفضائي في دخول عديده دلوقتي هي الرعايه واقفه دلوقتي هي الرعايه اللي انا عرفته ان هم موقفين يعني ما فيش شيكات بتيجي يعني هل كان في وقت مثلا مبلغ مستحق الايام دي وقف مثلا او حاجه لا هو لسه هو مستحق قريب بس كله واقف يعني بالاتصال كله واقف لحد ما الناس تعرف ايه الحكايه وقلنا عن معهم حق يعني بالظبط فالناس مش قادره تعرف ايه الحكايه القرار مش عارفين في ايد مين وان كان عجبني حتى انا شفتها لما حضرتك اتكلمت وقلت ان يجب ان الانديه او الهيئات المختصه تاخد قرار بشكل معين لازم بس هو دايما المفتاح برضو في ايد الامن وبرضو عايز اقول لحضرتك بعد الحادثه الفظيعه اللي حصلت في بورسعيد برضو اي حد يعني يخاف يتهور بانه ياخد على مسؤوليته اذا لم يكن امنيا انتوا اجتمعتوا 86 مليون اجتماع عشان توزيع نسب البث الفضائي يعني كنت قعدت 3 سنين بعمل كوره اونلاين كل حلقه تقريبا بتكلم عن اجتماع اللجنه السباعيه عشان نسب البث الفضائي، الا يستدعي فكره اعاده النشاط او وضع خطه لتطوير النشاط او لتغيير النشاط او لاعاده النشاط او اجتماع كنتوا كانديه حتى الانديه الكبيره الجماهيريه اللي زيكم يعني زي الزمالك وزي الاهلي والاسماعيلي والمصري حتى والاتحاد تقعدوا حتى تبقى انتوا بتساعدوا حتى الجهات المعنيه في وضع خطه كامله متكامله ودي رؤيتكم. ما ده حصل بدايه ليها في اخر اجتماع كان الاسبوع من حوالي اسبوع او 10 ايام وانا حضرت عن نادي الزمالك فيه اللي هي ال 19 نادي اللي هو لجنه البث يعني بس مش تشكيلها الكبير مش المختصر اللي هو السبع انديه. اللي هو الانديه كلها يعني. ده كان الانديه كلها ونوقش هذا الموضوع. طبعا كل واحد حاسس ان هو مش صاحب قرار طالما الامن قال لا ما يقدرش ياخد المسؤوليه لكن عايز اقول لحضرتك يعني واتفقنا على اننا نستنى شويه كمان الامور تهدى والدنيا برضو روعية شعور الناس وخصوصا المضارين واخد بال حضرتك من على الاقل ان يبقى في احاله للمتهمين للقضاء عشان الناس تهدى نعرف شويه حتى مين المتهم يعني حتى الإحالة ما هو المتهم ما زال بريء بس الإحالة نفسها تهدي الناس إن في جدية وفي ناس أحيلت ولقينا يعني عايز أقول لحضرتك الرأي الغالب مش عايز
اخد برضو الرأي الغالب ان هناك استحالة لاتمام الدوري بشكله الحالي. فكان في اقتراح بطولات ودية، وانا رأيي انها ما تبقاش ودية. يعني كان في اقتراح ان انت تعمل مجموعتين، واخد بال حضرتك، تعمل مجموعتين لبطولة ودية تكمل بيها الموسم. انا رأيي انا ان بطريقة او باخرى يتم احتساب النتائج السابقة. يعني ممكن دي تتعمل، يعني ناس تقعد تفكر وناس بتاعت لجان مسابقات محتاجين لجنة مسابقات بجد تعمل المجموعتين عشان تكمل. دي مش بجد، عايزين لجنة مسابقات بجد يعني. وتطلع الموضوع وتكمل بيه البطولة، تسميها دوري عام سميها، عايز تسميها كأس الشهيد سميها، بس على الأقل اديها ناحية يعني جدية، حتى ولو بالكواليفيكيشن للكؤوس الافريقيه من خلالها يعني. وليه ما تفكروش انه خلاص الدوري صعب جدا انه يكمل بشكله القائم حاليا، اللي هو اوريدي اتبعت بيه لائحه ليكم مع بدايه الدوري، فكونه مش هيكمل بنفس الشكل اصبح حتى لو حد كسبه اي حد يطعن فيه، لانه اللائحه اللي كانت جايه لكم في بدايه السيزون شكل المسابقه هيبقى غير استكماله. المشكله انه يتلغي وكاس مصر نفسه يتلعب بس بنظام مختلف، دوري بقى يتلعب مجموعات يتقسم يبقى رايح جاي، بحيث انه السيزون هو ده فكره ثانيه كان قالها لي صديق اللي حضرتك بتقولها، ان انا اطول الموسم شويه ان الكاس مصر يتلعب رايح جاي. بس برضو انا رايي يعني يختتم في شهر مايو او تبدا موسم جديد. حضرتك ان انت لو قسمت الانديه لمجموعتين هتقدر تكمل موسم معقول معقول، وفي كومبيتيشن معقوله والناس تتفرج على كوره والانديه تلاقي دخل واللعيبه ما تركضش يعني. فانا مع اتجاه ان احنا نعمل المجموعتين دي او الدوره دي، وتسميها بقى تكمله الدوري، تسميها اي حاجه، بس اعمل فيها حاجه جديده. بس انت عايز تحسب نتائج اللي فاتت. ممكن انا اعتقد هي صعبه شويه، لكن تتحسب يعني، تخش في البتاع علشان ما تظلمش الفرق عن الفتره الماضيه يعني. يبقى اللي فات ده ملوش قيمه وبتبتدي من الصفر. والله لو ال 19 نادي وافقوا بيبتدوا من الصفر لا باس، واخد بال حضرتك. فلازم تعمل حاجه وبسرعه. لعودة النشاط لازم، لان الانديه غير كده. احنا كنادي بقى نرجع للنقطه بتاعتنا، احنا بنحاول حاجات تانية يعني. عندنا مثلا سفريه للامارات للعب 3 مباريات. كان في اقتراح ان احنا نجيب هنا نادي الوصل الاماراتي، كان معروض علينا انه يجي. تعرف هو النادي الوصل كان اسمه نادي الزمالك قبل زمان، اسمه وصل هو انشئ باسم نادي الزمالك في الامارات، وبعدين غيروا اسمه لنادي الوصل، ووصل معناها الامارات يعني. ده اللي حاجه جديده كنت عارفها يعني. وبيدربوا مارادونا دلوقتي. فالمهم يعني في بتحاولوا ان انتوا يعني شويه يعني تمشوا الدنيا يعني، في معسكر تعمل شويه انكم صغننين كده بالظبط. طيب لكن اكيد انتوا برضو دارسين الموضوع يعني، اكيد حاطين في ذهنكم ان انتوا داخلين على ازمه صعبه جدا. سواء رجع الدوري او ما رجعش الدوري، انتوا داخلين على ازمه صعبه جدا. تمام. هل بالفعل لسه في اصرار بالاحتفاظ بكل نجوم الفريق حتى الان، حتى اللحظه دي؟ لحد دلوقتي اقدر اقول يعني احساسي ان المجلس كله كده. احنا يمكن ما تناقشناش فيها بشكل جدي، لكن انا احساسي بان المجلس عايز يعمل ده. سمعنا ان شيكابالا جاي له عرض من بره مصر مثلا، كان وقتها الصين وما زالوا بيلحوا جدا على انهم ياخدوه، ومستعدين لرفع حتى لو اعاره لنهايه الموسم. انتوا برضه رافضين؟ لا، هم مش عايزين اعاره، هم عايزين يشتروه. هو هو اللي كان قابلهم الزميل صبري سراج وكان عرض عليهم الاعاره، هم قالوا لا احنا عايزين شراء. وصل العرض لكام مثلا دلوقتي؟ هو اعتقد علوه لحد 3 مليون يورو، بس هم قالوا احنا عايزينه يعني. ده اللي بلغني من يعني. ممكن تقصد انه يزيد عن كده؟ ممكن. ولو وصل 4 مليون 5 مليون يورو ممكن والله ده مش قراري لوحدي، ده قرار مجلس الاداره. حضرتك بشكل شخصي موافق؟ ما عندكش مانع؟ لو وافق شيكابالا ما عنديش مانع. انت كده هتوقعني مع جمهور نادي الزمالك اللي بيعشق شيكابالا، بس انا عندي الشجاعه اقول ان انا موافق. وشايف ان ده يعني حل مهم جدا للخروج سريعا من الازمات اللي بتحد فريق الكوره؟ في حاجات كثيره لازم تفكر فيها بس ده الحل السريع اقصد. كحلول سريعه. ما انا لحد دلوقتي العمليه مش جديه، واخد بال حضرتك؟ احنا بنتكلم عليها جنرال، لكن انا عندي لعيبه ثانيه ممكن برضو ابتدي اسوقها، واخد بال حضرتك؟ سمعنا ان في عروض ثانيه. انا عمرو زكي شيكابالا اصله برضو يعني بنتردد كتير لانه احتياج الفريق دي عالي، واخد بال حضرتك؟ لكن في لعيبه ثانيه
يمكن الكونتريبيوشن والنبي ما تدخلنيش في اسامي عشان كل لا انا بحضرتك اصل انت حضرتك وعضو مجلس نائب رئيس النادي لا ما هو نائب رئيس النادي انا هناقش الحاجات دي جوه مجلس لا لا اقصد يعني اصلا بنشوف في الصحف مثلا او في المواقع عمرو زكي جاله عقد اعاره لنهايه السيزون والزمالك رفض هل ده فعلا جاله عقد لا جاله عقد شراء جاله عرض شراء وانت رفضته كشراء بس العرض ما كانش جدي كان جاي من روسيا من شركه لا لا كان جاي من شركه تسويق ما كانش جاي من نادي فانت اعتبرته انه بس مش كانش جد. فيه ما كانش فيه هل ميدو فعلا جاله عرض برضه في الصين؟ لا ما عنديش فكره ما عنديش ما الله اعلم ما اعرفش هذا الكلام انت هي دي العروض بس اللي كانت في الوقت ده موجود دي جت في الوقت اللي فات ده وعمر من فتره طويله كمان طب هل لو في لعيبه طلبت انها تطلع اعاره لنهايه السيزون ده بس عشان ترفع عن كاهل النادي دفع حتى مستحقات الست شهور دول اصل دي قرارات يا استاذ محمد ما اقدرش اناقشك فيها كده واعبر عن رايي فيها كده لان قرارات فنيه في ادار فن لا هو ليه المفروض انه له راي ومجلس اداره له راي نعم. فما اقدرش انا يعني حضرتك اقول لك ده يمشي وده يجي وده خصوصا في ادوار افريقيا بطوله افريقيا خصوصا في بطوله افريقيا وكلام من ده طيب خلينا نتكلم سمعنا ان حضرتك يعني في لاعب اسمه ابراهيم حسن في نادي المستقبل انتوا خدتوه اعاره 3 شهور بنيه البيع او نيه الشراء عفوا يعني وان كابتن حسن شحاته معجب بقدرات اللاعب فكان طالب التعاقد معاه وان حضرتك في مجلس الاداره كنت معترض لكن الحقيقه ما وصلنيش معترض ليه هل لان المستقبل عايز 3 مليون جنيه في حاله ان انتوا اشتريتوه ولا معترض لان امكانيات اللاعب يعني برضه انا ما كنتش احب اناقش الكلام ده انا قلته جوه مجلس الاداره وانا على فكره يعني في كلام على فكره حضرتك بتقول جوه مجلس احنا جاي لنا من الصحف يعني ما انا عارف ما يعني دي مشكله يعني دي مشكله وانا يعني وبعض الناس بتظن ان انا بصرب هذا الكلام او بقوله انا ما اتعودتش اعمل كده الا في حاله واحده بس لو سالتني هقول لك انا طلعت وقلت حاله واحده بس ودي كان ليها سبب لكن فيما يتعلق ليها ايه؟ الموضوع الاخراني بتاع 6 اكتوبر لكن فيما يتعلق بده انا قلته جوه مجلس الاداره انما حضرتك ما دام قلته انا مش عاجبني يعني اللي مش عاجبني ان لعيب ناشئ هو بيقولوا لعيب موهوب جدا بيقولوا خليفه شيكابالا وبتاع وكده اتمنى ان هو يكون كده صحيح لكن انا مش شايف ان لما لعيب عنده 18 سنه ولسه جاي من دوري الدرجه الرابعه او الرابعه واخد بال حضرتك وان شاء الله يبقى له مستقبل وربنا يوفقه باذن الله ما ينفعش ان انا اخده اعاره بالبتاع دي بمقابل ان انا بعد 6 شهور اشتريه ب 3 مليون جنيه يعني ما هو برضو الفتره دي في نادي الزمالك دي حاجه مش قليله يعني ده برضو تلميع لهذا اللاعب فانا شايف الرقم كبير واظهار لقدراته بالظبط فانا خدت الريسك ده وبلعبه لك عندي وببينه وبعمل وبستفيد منه مفيش شك ما حدش بيقول حاجه لكن في المقابل بقى لما اجي حق الشراء يبقى بمبلغ قليل بس هو السؤال مش ده عقد اتعمل اوريدي؟ وال3 مليون مكتوبين في العقد؟ ايوه طب وازاي عقد اتعمل وانت في مجلس الاداره ما تعرفوش يعني ما هو انت اللي بتقاعد لا ما هو بص حضرتك في اي نادي من الانديه دايما هناك حاجات تسبق حاجات بس بيجي المجلس بيعتمدها او ممكن يرفضها فتلغي كل الكلام بس ده بس انت اكيد اعتمدت العقد لان اللاعب قيد اعتمد اعتمد ما دام اعتمد يبقى خلاص يعني حضرتك معترض بس يعني لاثبات اعتراضك لا انا اعترضت ما هو لازم يعني نقعد ساكتين كلنا لا ما نختلفش خالص لا طبعا يعني لا طبعا لا طبعا من حقك طبعا ده وجهه نظر انا حضرتك المجلس ايام الفتره اللي فاتت طلع عني ان انا معترض على هنري ميشيل مش انا اللي قلت الكلام اضطريت انا اطلع اقول ما خلاص اصل مش هقدر اكذب لما حضرتك تبقى حقيقه وبتقولها في وشي كده وبتقول لي انت اعترضت على هنري ميشيل ما هو انا كمان هبقى جبان من وجهه نظري الشخصيه لو كذبت عليك لكن ممكن انا اخبي الكلام ده احتراما للفريق لكن لما بتقولي بقول لك انا كنت معترض لكن انا مع هنري ميشيل طالما بيجي المدرب او باختيار مجلس الاداره انا عمري حتى لو معترض ده مبدا حضرتك من زمان من سنه 92 لما دخلت مجلس الاداره انا عمري ما اتكلمت على مدير فني وطالما في اغلبيه في قرار خلاص وعمري ما اتكلمت وبالذات على مدير فني او موظف في النادي او طالما اختاروا المجلس انا بدعمه تماما طب يعني اللاعب ده لو ارتقى المجلس يتم التعاقد معاه ب 3 مليون انت ما عندكش مال حتى لو معترض خلاص 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 ده خلاص قرار مجلس لو انا داعم للولد وربنا يوفقه وربنا ان شاء الله يبقى زي الفل ويستاهل اكتر من 3 مليون كمان يا رب هل بعد كده هتطلب انك تتعرف على محتوى العقود قبل ان تبرم وتوقع وتبقى رسمي والله بقى دي حاجات يعني خلينا طيب خلينا اوكي نور السيد وقصته مع الجونه لم يكن يليق بالزمالك ان يطلع احمد الصحيفي
مدير الكرة او المشرف على الكرة بنادي الجونه ويقول هنقاضي نادي الزمالك في المحكمة وعليه شيك بدون رصيد واحنا مش هنلجا لاتحاد الكرة احنا نطلع الدايركت على القضاء وعلى المحكمة، ما كانش يصح الزمالك وعمر الاهلي ما عمل معانا كده. والله يعني حضرتك اذا كان قال كده في الميديا ده لا يعيب نادي الزمالك، ده يعيب القائل، لان احنا في ظروف صعبه جدا واخد بال حضرتك. يعني اذا حتى اذا كان ده بيتم في وقت من الاوقات قبل كده وكانت الناس بتراعي ظروف نادي الزمالك، ففي هذه الظروف ما يصحش ابدا ان احنا نندد ببعض. ده احنا حضرتك الراجل بتاع الجزائر اتكلم معانا وبعت مندوب وقعدنا جدوله تقديرا للوضع اللي هو سوريا يعني اللي في تونس، اسف اللي في تونس اللي هو عنده نفس ظروفنا وكانت قاعده يعني حضرتها انا مع الاستاذ ممدوح عباس وكانت قاعده وديه جدا وتم الاتفاق لسه هيك هنا في مصر مؤخرا اول امبارح امبارح كمان والله ناسي. مهم حضرتك وكانت قاعده وديه جدا والناس كانوا بيعبروا عن انهم بيعانوا من نفس الظروف بالعرض ان انتوا تروحوا تلعبوا ماتش هناك مقدرين للظروف والكلام ده. فاذا كان قالوا عشان انا اتعودت ساعات ان بيتقال كلام ما اتقالش واخد بال حضرتك بنكلمه في التليفون لا على ايه هم يسالوه مش يعني طيب نفس الكلام اتقال في اللي غزل المحل على صلاح سليمان. بس طب عفوا بس عشان نقفل النقطه دي، انتوا هل انتوا مثلا في الجونه يعني اتكلمتوا معاهم وحددتوا ميعاد تايمينج معين ولا؟ والله انا زي ما بقول لحضرتك انا لما حد بيكلمني منهم بنقل المعلومه للاستاذ ممدوح عباس لان هو التخطيط بتاع هندفع امتى ونعمل. فكان كلمني الاستاذ مصطفى عبد الله وقلت له انا نقلت كلام عضو مجلس اداره النادي وفي الحقيقه انا المفروض حقه عليا ان انا اكلمه تاني النهارده لان كان في متوقعين دخل معين ما جاش اتاخر شويه وكنت يعني قلت له نقلا عن الكوره يعني مش لا اعلانات ولا رعايه ولا بس ولا لا 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 وهو في الحقيقه انا شفت منه مسد كل امبارح ونسيت اكلمه. انا يعني حتى بعتذر على الهواء وهكلمه بعد ما اخلص او بكره بقى لان هيبقى الوقت. طب احنا فكرناك اهو. طيب بالنسبه لغزل المحله وصلاح سليمان برضه حليت المشكله دي ولا لسه قائمه؟ لا لسه قائمة. طب حتى مش ما حلتوش المشكلة بجلسة أو باتفاق؟ قد يكون الأستاذ ممدوح اتكلم مع حد، ما احنا مش لازم نبقى عارفين بالظبط كل حاجة، لكن في مجلس الإدارة كل ده بيتعرض. الدنيا كتير قوي طبعا. في مجلس الإدارة كل ده بيتعرض. طب متذكر إن كان في حاجة اسمها بس فضائي، أنا متذكر حاجة كده. وبعدين كل ما بقابل مسؤول في نادي يقول احنا ما خدناش فلوس البث الفضائي أو خدنا فسوة يعني من فلوس البث الفضائي، فعلا الكلام ده حقيقي؟ لا مش حقيقي. فلوس البث الفضائي اذا كان هناك متاخرات برضه انا مش شاطر قوي في الارقام، لكن اخر جلسه انا حضرتها كامل المبالغ اللي وردت للاتحاد وردت للانديه. وبعدين كانت اتفقت الانديه في جلسه قبل كده احنا ما حضرناهاش على ان عقوبات الاتحاد رغم ان احنا معترضين على بعضها يخصم جزء منها، يعني يخصم 25% الف عقوبات مثلا يبقى يخصم 25% من اللي داخل. يعني افرض انا جاي لي 100,000 مثلا يخصموا منهم 25,000 انا عليا بقى مليون عليا يتخصم من العقوبات من العقوبات جزء من العقوبات. طب الزمالك دخل له كام السنه دي مثلا من البث الفضائي؟ حضرتك دونت كوت مي في الارقام. اوكي يعني انا معلش في الارقام ما بذكرهاش يعني. لسه على خلافات مع النادي الاهلي في فكره النسب؟ المساله مش خلافات مع النادي الاهلي، احنا القصه دي قصه طويله قوي. احنا 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 حضرنا مجلس يعني احنا واحنا موجودين قبل حل المجلس كنا احنا متولين القصه دي. وفجاه الاجتماع يعني كان في حاجه غريبه شويه. انا مش عايز اتهم حد بالتآمر ولا حاجه لان برضو احنا ناخد بالنواه الحسنه، لكن الاجتماع اول اجتماع بنتكلم فيه في نسب التوزيع لم يدع الينا الزمالك وكان موقف غريب جدا. طبعا احنا وش يعني علينا صوتنا وبعتنا لهم وقلنا وبتاع قالوا لا ازاي احنا بعتنا لكم. تحرينا الدقه في البحث عن الفاكسات والبتاع والسجلات والكلام ده قلنا يمكن عندنا خطأ، بس أنا بنفسي تأكدت إن ما تبعتلناش فاكس ولا تليفون ولا أي حاجة. فبالتالي ده كان رغم إن قبليها لما بنبقى رايحين نقابل وزير نقابل مش عارف إيه لتعلية القيمة بيجي لك فاكس وتليفون واس ام اس وكل حاجة تأكيدات يعني. إنما دي ما جالناش حاجة، فكان موقف غريب جدا. قلنا يا جماعة ابتدى يترمي في الاعلام وفي الراي العام الارقام اللي حضرتك عارفها اللي ما زال لحد دلوقتي بيوزع بيها. بيوزع بيها حتى لحد دلوقتي بيوزع بيها. ومعترضين عليها. ما انا هقول لحضرتك.
جينا بعد فتره طويله قعدت شهور اعتقد 3 أو 4 شهور مصرين على عدم عمل اي جلسه بنيه صادقه بنيه حسنه بنيه سيئه الله اعلم لحد ما تحددت جلسه وانا رايح في الطريق كلمني اللي هو علاء مالد ان هم بلغوه قالوا له اتلغت لان كان يومها سمير زاهر كسب القضيه كان سمير زاهر مشي وبعدين كسب الاتحاد فرجع فلغوا الجلسه جيت حل المجلس بتاعه بعد كده تولى المجلس المعين وطبعا انا مش عايز انتقد طريقتهم في تولي هذه المساله بالتحديد لكن كانت محاولاتهم ضعيفه من وجهه نظري الشخصيه نتج عنها ان الوضع ده استقر كما هو لما رجعنا احنا في اول اجتماع وكان اجتماع ل 19 نادي طالبنا بهذا الموضوع وقلنا ان احنا بنطلب اعاده التوزيع ووافق 19 نادي على اعاده التوزيع فبالنسبه لهذا الموسم سيعاد التوزيع طبقا لخطه لم تتقرر بعد لان الاحداث تلاحقت انما خدت موافقه اللجنه مش اللجنه ده ال 19 نادي 19 نادي لكن النسب ازاي لسه ما اتحددتش لسه ما اتحددتش طيب تمام انما حضرتك متاكد ان مش فيش متاخرات تستدعي الغضب لا المتاخرات اللي موجوده بس انا مش قادر اقول لك هي قد ايه هي متاخرات من القنوات الفضائيه يعني بعض القنوات الفضائيه ما دفعتش كامل فلوسها ففي متاخرات لعند الاتحاد لكن الاتحاد نفسه طبقا للي قدم الينا في اخر اجتماع تقريبا كل اللي عنده وزعهم على الانديه. اكيد هسالك عن المصيبه او المصاب اللي الم بينا في بورسعيد والمباراه مباراه الكارثه اللي كانت بين المصري والاهلي، لكن في الاول انت ايه رايك في الكلام اللي حصل ما بين المستشار جلال ابراهيم واحمد حسام ميدو مؤخرا؟ والرد لميدو يعني ميدو شايف من وجهه نظره ان هو كان مقصود ان هو لا يتم قيده خصوصا ان في لاعبين قيدت في نفس الموعد اللي كان لازم يقيد فيه وان حصل تقاعس بغيه انه ما يدفعلوش المستحقات في الفتره دي. وطلع المستشار جلال هاجم راي ميدو وحتى لدرجه انه قال طب ازاي كابتن حسن شحاته ما بيعاقبوش على اللي قاله ده هو نسي اللي عمله فيه في 2006 مثلا. ايه في لا ما هو بص يعني هو في النهايه ميدو 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 مهما كان هناك انتقاد لحاجات معينه في عدم انتظام وزنه الزائد لفتره اللي اتمنى دلوقتي يكون رجع له بس لما تعرفه عن قرب شخصيه ذكيه جدا وحاد جدا وصريح جدا اعتقد ان هو تجاوز شويه في الصراحه في الحته دي يعني برضو تجاوز في الصراحه هو قد تكون صراحته من وجهه نظره انا ما بقولش انها حقيقه معلش ما انت مسكتها لا يعني هو بيعبر عن وجهه نظره بس يعني ما يعني دي كان ممكن تتعالج جوه النادي ملهاش لازمه ابدا نروح لوسائل الاعلام هو طبعا محتقن انه ما لعبش لفتره طويله وبتاع وكده وده تسبب برضه في زياده وزنه والكلام ده لكن انا بعتقد ان الموضوع يعني ما كانش ليه لازمه انه يطلع في الاعلام بالشكل ده لكن انا ما اقدرش احط نفسي حكم طبعا المستشار جلال له تقديره واحترامه ورده عليه وحتى لما وجه للجهاز الفني الكلام اللي هو يعني تمسيت الكابتن حسن عمل بيده فيك ايه في 2006 انا ما اقدرش يعني اعفيني من ان انا انتقد هذا الموقف او اتطرق اليه انا كنت عايز اعرف رايك بس مش مهم انك تنتقد حضرتك او لا طيب امبارح المستشار مرتضى منصور اعلن رئاسه الجمهوريه خوض انتخابات رئاسه الجمهوريه وبعدين يا محمد انت عايز ايه بالظبط عايز اعرف رايك يعني هو في النهايه يعني اختلفنا اتفقنا مصطفى محمود كان رئيس نادي الزمالك وراجل لسه متنازل لكم عن قضيه اهوت وافترض العلاقه بينكم طيبه يعني والله هو الراجل شايف في نفسه ان هو يبقى رئيس جمهوريه يرشح نفسه رئيس جمهوريه اهلا بيه انا ما يعني انتوا نادي الزمالك هتساعدوه في ده يعني مثلا انا شخصيا اساعده انا يعني تحرك نائب رئيس النادي لا مش هتساعده مش هتساعده لانك شايف ان هو يعني المنصب ده احنا بنتكلم عن مصر احنا مش بنهزر فمصر مع احترامي ليه انا ما بنتقدوش ولا بقول انه يستحق او لا يستحق دي حاجه يعملها لكن انا ليا اختياري ليا اختيار اخر واخد بالك ممكن اساعده كشخص مش كنادي الزمالك انا لا املك برضو ان نادي الزمالك يلقي في معترك رئاسه الجمهوريه لان دي حق دي احنا مش بنهزر دي مش ما فيهاش عصبيه زمالك واهلي والكلام ده لا فدي ما فيهاش ما ينفعش نادي الزمالك يناصر يعني ان احنا نجتمع مثلا مجلس اداره نقول هنناصر فلان لرئاسه الجمهوريه ما ينفعش الكلام ده
يبقى تجاوزنا حدودنا بس تمام. حتى على بالشكل السياسي بيحصل مثلا الاخوان ممكن يقول هنآزر فلان بعد الاخوان دول اصبحوا من خلال حزب الحريه والعداله اصبح لهم موقف سياسي. يجب ده بالعكس ده يجب انهم يقولوا ده اصبح واجب عليهم انهم يقولوا انما احنا كيان رياضي. طب انت كمستوى شخصي كمواطن يعني هتدي له صوتك؟ انت عايز يعني تولع؟ لا مش هتدي له صوتك يعني عادي جدا يعني في النهايه كل واحد له مطلق الحريه فيدي صوته لمين؟ انت هتدي لمين طيب؟ لا مش هقول لك. طيب انتوا فعلا قلصتوا دور اللي هو علاء مقلد كمدير للنادي؟ هو اللي هو علاء مقلد يمكن دلوقتي هو يعني في 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 دور معين بنحضره اللي هو علاء مقلد يعني هيبقى فيه فعال جدا جوه النادي برضه. جاء ابو النجا تقريبا علاء ابو النجا استاذ علاء ابو النجا دلوقتي نائب مدير عام النادي نائب المدير التنفيذي. انما الوقت اللي هو علاء مقلد مش هو مدير النادي. لا هو ما زال اسما هو مدير النادي لكن كصلاحيات مش معاه. بعض الصلاحيات مش معاه ده بسبب بس الـ 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 الطلقتين اللي حصلوا جوه النادي ده. لا 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 اطلاقا. ولا هو زي ما بقول لحضرتك هناك اتجاه انا يعني مش سر ان انا اقول الكلام ده لان المجلس كله تقريبا متفق والاستاذ ممدوح عباس على ان هناك دور اخر هيلعبه اللي هو علاء مقلد في الفتره اللي جايه بس زحمه الاحداث مش مخليه بس بعيد عن اداره النادي بعيد عن لا في الاداره التنفيذيه بس في مكان اخر مكان مهم برضه بس مكان مش عايز اقوله لما يبقى القرار مجلس اداره. هل قعدتوا معاه اتكلمتوا معاه مثلا وما عندوش مشاكل؟ اعتقد هو ما عندوش مشاكل. اللي هو علاء مقلد بص هو بيحب نادي الزمالك جدا وراجل مش محتاج هو دلوقتي متطوع بيعمل متطوعا وما عندوش مانع يخدم نادي الزمالك في اي موقع يعني. هل السيد ممدوح عباس هو اللي منفرد بالصفقات الجديده ولا بتعرض على ال لا الصفقات الجديده كلها عرضت على لجنه الكوره ومجلس الاداره. في لجنه كوره دلوقتي؟ في لجنه كوره برئاسه الاستاذ ممدوح عباس وعضويه حازم وابراهيم يوسف وعبد الله جورج اعتقد وعبد الله جورج بصفته وانا معاهم. تمام فكلها كانت بتعرض عليكم. مفيش صفقات فوجئت بيها مثلا بتبرم وانت ما تعرفش؟ لا يمكن بس بتاعت ابراهيم حسن. ابراهيم حسن يمكن عارفين انك هتقول لا فعشان كده ما حدش هم عارفين انت في الحاجات اللي هي فيها فلوس كتير دي بتقلق. طيب لا والله المساله على فكره لا هو انت اصل انت بتدير نادي الزمالك مؤسسه واخد بال حضرتك احنا دلوقتي يعني انت وانت قاعد لازم اشوف انا هقدر هوفي ده في الوقت الحالي ولا مش هقدر اوفي يعني انا لازم ادير كاداري واخد بال حضرتك ايه الفاليو ادد من كل لعيب هل تساوي المبلغ اللي هو بيتحط فيه ولا لا واخد بال حضرتك قياس فني وقياس وانتظام زي يعني احنا بنجتهد برضو ما عندناش مقاييس ثابته انما بنحاول نتعلم من اللي حوالينا فلما يبقى رقم مبالغ فيه يعني ما ينفعش خصوصا ان انت عندك يعني دي اوبليجيشنز او حاجات عليك بتخليك تعجز فيما بعد. طب اسال حضرتك سؤال هو نور السيد جيب كام من الجونه؟ 6 مليون دي معلنه 6 مليون واسلام 5 مليون اعتقد ايه؟ اسلام عوض 5 مليون؟ تقريبا كده يعني خمسة ستة كمان وصلاح سليمان متذكر؟ لا مش متذكر ده ما كانش ايامنا لما يبقى اسلام بخمسة مليون لما يبقى ابراهيم حسن بثلاثة مليون دلوقتي بقى ثلاثة مليون ده رقم يعني لا هو بص هقول لحضرتك يعني واضح انه بقى رقم عادي يعني الارقام اللي فرضتها الجونه وامبي كانت كبيره جدا وكان الوقت ضيق جدا وانتم محتاجين اللعيبه دي وفي اصرار من الجهاز الفني انه عايزهم واحنا برضو احنا في النهايه كلنا يعني عندنا برضو حته ان عايزين ندعم فريق كره القدم هو واجهه نادي الزمالك فمن هذا الواقع كنا كلنا مضغوطين لكن كلنا مقتنعين ان هذه الارقام كبيره جدا تمام جدا يعني تم سكويزنج علينا في الحته دي عرفنا ان حضرتك كنت مصر ان الكابتن حسن شحاته يوقع عقده لا ده مش انا لوحدي انا ما اتكلمتش خالص في الموضوع ده مش هدعي بطوله هو المجلس يعني لا يعني احنا في المجلس كان الطبيعي ان الكابتن حسن شحاته يوقع عقده هو الراجل ما قالش لا هو طلب تعديل من اول جلسه بس ما اعرفش تاخر ليه الموضوع لكن هو من اول جلسه قعدها معاه الاستاذ ممدوح عباس كان قاعد معاه منفردا حتى قبل ما تعديل المرتب يعني لا ما فيش تعديل المرتب خالص كان شرط هو طلب في لا في حضرتك بعض الشروط بتاعه المكافأة اتعرفت بعد كده انا ما حبيتش اقولها تمام. لكن اتعرفت بعض المكافآت والبتاع موجوده في اللائحه جزء من العقد كابتن حسن عايز دي تتحط في العقد طب سوت انا مالي
يعني يعني انا ايه المانع اللي عندي؟ ما انا حاططها اصلا اوريدي هتدفع من خلال اللائحه بالظبط. هو مشكلة. عايز يطمن يعني عايزها خلاص ما عندناش مشكله. فهو جه قال لنا هذا الكلام قال يعني حسن كابتن حسن قاعد عايز كذا كذا قلنا له اوكي نو ما فيش مشكله خالص كده كده انتم معتمدين اللائحه معتمدين اللائحه فما عندناش مشكله انها تتحط. طب انت مش شايف ان شرط جزائي للكابتن حسن شحاته شهر واحد مرتبه مش شايف انه ده بيمنحه دايما فكره التفكير في الرحيل او والله مع انا العروض اللي تنهال او مع الضغوط العصبيه الموجوده للمشاكل القائمه ممكن يفكر انه يمشي لان 250 الف جنيه في مجتمع الكوره اقل من 50 الف دولار يعني. بص انا هقول لك حاجه الكلام ده لو انت بتعمل ده رايي الشخصي برضو لو انت بتعمل عقد لو انا قاعد دلوقتي بعمل عقد مع حسن شحاته انا لن اصر اطلاقا على اني احط ولا شرط جزائي. هقول لحضرتك ليه؟ انا لو مع واحد اجنبي او واحد مش عارف ايه او واحد بعيد عن النادي او ما يهموش النادي لازم احط شرط جزائي ده مظبوط علشان اضمن ان هو ما يسيبنيش ويحطني في موقف حرج. الضغوط الادبيه اللي على حسن شحاته والارتباطه بنادي الزمالك واخد بالك تخلي انه يسيب نادي الزمالك في موقف حرج اسوأ 100 مره من اي شروط جزائيه هتحطها. فعشان كده انا مش شايف ان حتى لو ما فيش شرط جزائي خالص. طب هسال حضرتك سؤال انت يعني لو انت كنت في مجلس الاداره طبعا هو الموضوع خلص خلاص لكن لو انت كنت في مجلس الاداره كنت مع استمرار حسام وابراهيم حسن كجهاز فني يكمل سيزون تاني؟ انا ما بتكلمش في المديرين الفنيين في نادي الزمالك حضرتك. لا بالتقييم مقصود ماليش دعوه بالتقييم طبعا الكابتن أنا... حسن دلوقتي انتوا جايين وكابتن حسن مدير فني فهو الامر الواقع وانا عارف ان كلكم بتدفعوا للامام. حضرتك مش سر برضو اتقال على وطلع بره مجلس اداره وانا ما اعلنتوش لكن بعض الناس بتعلنه كنوع من الضغط عليا انا شخصيا. يعني احنا طب هنقول للناس بقى انت ما كنتش موافق على حسام وابراهيم او على حسام وانا فعلا ما كنتش موافق على مش موافق على حسام عندي اختيار اخر. يعني انا كنت ساعتها طارح فينجادا وكان فينجادا موجود وانا شايف ان كان فينجادا يفيد الفريق في حاجات كتيره جدا من واقع خبراته ومن واقع انه هيبقى جاي لنا بقى كمان مش بيشتغل في المنطقه العربيه ده كان بيشتغل في البرتغال تاني فبرضه ده بيعمل ريفرش كده ريفرشمنت للنوليدج والاحتكاك والكلام ده فالراجل جاي بخبرته اولا راجل مقبول من الجمهور فما عندكش حساسيه منه الراجل كسب بطولات راجل بيعرف يكسب بيعرف يكسب حتى من غير اداء احيانا لكن بيعرف يكسب فانا كان ده اختياري مش انا لا انا ضد حسام ولا ضد ابراهيم ولا ضد الكلام فلما حتى الناس طلعوا الكلام ده لقيت كل واحد يقابلني انت كنت ضد اختيار حسام حسن يا عم انا برضه مش هضطر يعني اسفا ان انا اقول لا انا كنت مع حسام حسن يعني الوضع البايخ ده اللي انت بتحط رغم ان انا عايز ادعم حسام حسن وعايز اقف وراه ومش عايز الناس تعرف ان انا كنت بقول عليه او لا لان المجلس كله وراه خلاص طالما اختير خلاص بالظبط الموضوع اصبح منتهي هو غير بقى غير قابل للنقد مني ما ينفعش ان انا اتكلم عليه ولا اقول اه ولا لا ولا اخترته ليه فدايما انا ردي بقول الحقيقه طب لو كنت انتوا مستمرين في المجلس ما مشيتوش ورجعتوا هو حسام حسن جه وانتم موجودين اعتقد احنا اللي جبناه انتوا اللي جبتوه حسام وابراهيم لو كنتوا كملتوا يعني عادي جدا كنت انت شايف انه يستحق فرصه لموسم تاني يعني بعد ما من خلال رؤيتك لشغله يعني لا انا ما انا بقول لحضرتك لا يعني انا لو كنت موجود برضو يعني هو ده سؤال افتراضي ملوش معنى بس انت بس بتعمل لي مشاكل من غير فايده من غير فايده الوضع لا ما يعني انا كنت برضو كانت وجهه نظري الشخصيه برضو بس كنت هقولها جوه المجلس مش هتكلم فيها بره خالص طيب نروح لاتحاد الكوره درجه رضاك عن مجلس سمير الزاهر كام في المية 5% بالنسبة للمحبة والصداقة 5% لاجل المحبة والصداقة لاجل المعرفة فقط. بس لا ما انا شايف ان ادائهم سيء جدا طبعا بس انا برضو انا قلت الكلام ده هم موجودين عشان الناس برضو لان النهاردة احالتهم للنيابة والمش عارف انا شايف ان دي مش عنترة يعني مش دي حاجات مش عنترية يعني انا كنت يعني هم لما مشوا دلوقتي اكتشفوا كل المشاكل طب ما كانت موجودة من الاول واخد بال حضرتك انا شايف ان اداء مجلس ادارة اتحاد الكرة كان في قدر كبير جدا من التعصب هو مش تعصب لانهم بيحبوا نادي عن نادي لكن هم شايفين ان هي تمشي كده احسن مش عايزين وجع دماغ من اعلام مصالح مثلا يعني كان في قدر كبير من هذا الموضوع وده على فكره ده احد اسباب الاحتقان لان الناس لما تقعد تتكلم على العصبيه وفي الملاعب وعلى لغياب العدل ده جزء كبير جدا انتوا كنتوا حاسين في الزمالك ان العدل غائب طبعا طبعا
مواضيع. طب انتوا كان عندكم قناعات ان كان في ناس في المجلس ده بتشتغل فعلا لصالح الاهلي؟ طبعا ده مصر كلها عندها هذه القناعات. مين بقى يعني بقى اسماء؟ يعني هو اصل الناس خلاص بقى يعني انا انت بتحطني في موقف انا ما بحبش اتكلم فيه. بس انا عايز استغل صراحتك. لا ما هو انا قلتها يعني هم موجودين يعني مش ما تحاسبش يعني اللي هو احنا في مصر الوقت اللي يمشي اولهم حازم الهوايه. هو انا قلتها وهو موجود. لا يعني هل كان بيعمل ده لان هو مثلا يعني شويه اهلاوي ولا كان بيعمل ده قاصد ان هو يبقى موجه كل شيء لقناعاته هو الشخصيه او لمصالحه الشخصيه؟ الراجل كان قاعد في مره قال لك طول ما انا في الاتحاد ولاد مش عارف ايه دول مش هياخدوا بطوله. وان كان برضو عشان ما نبقاش ممكن تبقاش يعني ممكن تبقى ماشي بس عشان برضو يعني كان في ناس في القعده نقلت لحضرتك الكلام. ناس اثق فيهم. اللي انا عايز اقوله لحضرتك مش عايزين نخبط النادي الاهلي حقه واستحقاقه للبطولات لانه عمل لها وكان منظم وكانت ظروفه احسن من غيره من حيث الفريق عنده مجالس بتتغير ومشاكل وكان عنده فرقه كويسه ده لكن في حاجات بتتعمل مش مظبوطه. طب يعني لما يجي اتحاد حضرتك ويغير النظم كلها زي اتحاد الاستاذ عصام عبد المنعم اللي جه ومع عدلي يعني في حد يحط مدير التسويق في النادي الاهلي سكرتير عام اتحاد الكره في وقت من الاوقات؟ هل ده ينفع؟ يعني حضرتك معلش انا مش عايز على فكره يعني ارجو ان 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 الاخوان الاهلاويه الاعزاء اصدقائي في كل مكان ما ياخدوش كلامي على انه معاداه للنادي الاهلي وانه اهلي وزمالك لا لا اطلاقا. احنا عايزين يا جماعه في الاخر مسابقات نظيفه ومحترمه ما فيهاش تعصب وما فيهاش واللي يكسب يكسب. وانا بعترف ان النادي الاهلي خلال الحقبه الطويله دي اللي فتره دي كان هو الاحق بمعظم ان لم يكن كل البطولات اللي حصل عليها. فدي حاجه نخليها على جنب. لكن احنا بنتكلم على الاحتقان اللي عند الجماهير. ما هي شايفه الكلام ده كله. شايفه اتحاد كوره بيعين بيتشال اتحاد محترم شغال كويس قوي لمصلحه الكره المصريه. والسبب انه خسر من الكاميرون في الكوارتر فاينل في كاس افريقيا صوت 1-0. النتيجة مش بص يعني ممكن نكسب واحد وممكن نخسر واحد مع فرقة زي الكاميرون يعني باللعيبة الجامدة قوي اللي فيها دي. يتم استبعاد اتحاد والضغط عليه لحد ما يمشي. اعلام واقف ضد اتحاد اللي هو الراجل محترم اللي هو حرب الدهشوري لحد ما دفعوه دفعا الى الاستقالة عشان يتعين مجلس ادارة ويجي سكرتير عامه مدير التسويق في النادي الاهلي يغير كل الرولز. حضرتك هل اتغيرت عشان لصالح الاهلي مثلا ولا تعالى نشوف ايه اللي حصل. يعني انت دلوقتي لما تيجي تدير اتحاد انا لا ما يهمنيش لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي او يهموني كلهم عشان نبقى اصدق في التعبير. لكن انا اللي يهمني ايه لما بدير اتحاد او منطقه رياضيه؟ الكومبيتيشن، المنافسه، القدرات التنافسيه. كل ما زودت عدد المتنافسين كل ما بقيت انا ناجح. كل ما طلع عندي لعيبه احسن، كل ما قدرت امد المنتخبات بلعيبه اقوى. لكن لما اجي في كل وقت ادفن انديه او لمصلحه نادي او ناديين يبقى انا اذا بسلك سلوك غير سليم. حرب الدهشوري عمل ايه حضرتك؟ عمل ليميتيشن في الانتقالات بتاعه اللعيبه. خلاهم اثنين بس خلاهم ثلاثه او ثلاثه واجنبي واحد، واخد بال حضرتك ليه؟ علشان يقلص قدرات الانديه ذات الشعبيه او ذات الفلوس او كده انها تاخد لعيبه الانديه الثانيه. خلى كم عدد اللعيبه قد ايه؟ 25 لاعب. عشان ما يبقاش انت بشير اللعيب لمجرد ان النادي الثاني ما ياخدوش. واخد بال حضرتك؟ لمجرد ان النادي الثاني ده زي ما هو ضد الاهلي ضد الزمالك بحد مش متساوي. انا بكلمك و انت متضرر. وانا متضرر لكن ده الفير وده الحق. حضرتك اذا سمحت لي اقول لك ناس تقول لك لا ما فلوس ودي قدرات وده اللي بيحصل في الدول الناس في انجلترا او في الدول دي الانديه بقت اوريدي قريبه من بعضها وقدراتها الماليه عاليه جدا والنسب بتوزيع الفضائيات والكلام ده قريبه من بعض وكل واحد ليه شعبيه في بلده غير الوضع في مصر. ما ينفعش انك تقيس بيه. هقول لحضرتك في الولايات المتحده الامريكيه زعيمه الراسماليه في العالم عندهم اقوى رياضات ايه؟ الام بي اي والفوتبول في الام بي اي في كلهم نفس السيستم. في حاجه اسمها درافتنج سيستم. لما بيطلع الممول الرئيسي للمحترفين دول هو الكوليدج وعندهم الكوليدج قويه جدا. بطولات الجامعات عندهم قويه جدا وتلاقي تعصب ليها وشعبيه يجوا لما يجوا حضرتك ياخدوا اللعيبه دول وصلوا للمستوى ان هم هيحترفوا الاف ان مش اي حد ياخد اي حد.
عندهم سيستم معقد جدا اللي أذكره منه إن أقل فريق في البوينتس في السنة اللي فاتت ياخد أحسن لاعب، إذا ما خدوش ياخد فلوس فيه، يعني في سيستم. السيستم ده كله عشان إيه؟ تظل القدرات التنافسية بتاعت الأندية كلها متقاربة. عشان كده هتلاقي حضرتك الماتشات بتاعتهم بتخلص بوينت هنا وبوينت هنا، وتلاقي في شعبية ضخمة جدا في مستوى العالم. طبعًا. فأنا لما بدير الرياضة مهمتي زيادة القدرات التنافسية الآخرين، وإلا لما نادي واحد يكسب البطولة على طول على طول على طول. يعني إذا أنت درجة ما فيش رضا كان على المجلس اللي فات لمجلس إدارة الكورة. إطلاقاً من وقت الكابتن عصام. بدون يعني من وقت مجلس الكابتن عصام حتى نهاية ولاية سمير زاهي. مع احترامي للأشخاص. يعني إحنا برضو بنتكلم الاحترام. بتكلم على أداء. على أداء، ما بتكلمش حتى في الاتهامات المالية والكلام اللي ليش دعوة بيها. أنا ما أعرفش عنها حاجة، ما أقدرش أتهم حد بحاجة. لكن أنا بتكلم كأداء. طيب. باشمهندس رؤوف، قبل ما نختم لازم طبعا هنتكلم عن قصة بورسعيد، وحابب أعرف رأيك في الأحداث. والله هو أي رأي يا أستاذ محمد هيبقى برضو رأي مش مسنود بأسانيد، هو رأي من الرؤية العامة، قد يصح وقد يخطئ، فيعني رأي قابل للصح والغلط. لكن رأيي الخاص إن طبعا التعصب وصل إلى حد صعب جدا في الفترة اللي فاتت، بس أنا رأيي إنه هو مش التعصب اللي عمل هذا الكم من الشهداء، لكن إن في حاجة، يعني مسألة نظرية المؤامرة موجودة، يعني في ذهني موجودة، أن هناك من استغل حدة التعصب ما بين الجماهير المصري وجماهير النادي الأهلي وسخن وولع الدنيا. بص، كون الجماهير المصري كلها تجري على جماهير الأهلي ده أمر وارد، يقفوا بقى قدام بعض ويضربوا بعض ويزقوا بعض ويعملوا بعض، واحد يتعور واحد مش عارف إيه، ممكن واحد يموت بضربة خاطئة، واحد اتنين، لكن هذا الكم مش ممكن. ودايما انا حتى كان في برنامج سابق اديتهم مثال، عصبية المصري او جماهير المصري والاهلي عمرها ما تفوق عصبية الزمالك والاهلي اللي حصل بينهم حوادث قبل كده كتير، واخد بال حضرتك؟ انا كان يومها ماتش الاسماعيلي، وابني كان عندي ابن صغير كده ممدوع عباس بسميه خلف الشيبة، يقول لي خلف الشيبة، فخلف 12 سنة ده الصغير خالص، فبيصر من فترة على انه يروح مع الوايت نايتس المباراة، وانا رافض تماما، صغير وخايف عليه برضو، والامور زادت عن حدها شوية، يومها ضعفت، فينزل بقى من بدري، انا ساكن في المعادي، يروح مش عارف حدائق المعادي ويركبوا مع بعض ويروحوا، فانا متابعه برضو بالتليفون وكده، وروح تاخده بعد المباراة ونزل لوحده هم على فكره عندهم اثكس واخلاقيات غريبه جدا، يعني هو يقول لي ايه، يقول لي وانا موجود اقول عايز اشرب، تتمد لي اربع خمس ازايز ميه، يعني يراعوا الصغير في وسطهم. الولاد دول على فكره فيهم اخطاء، لكن فيهم حاجات كويسه جدا، ولحد دلوقتي احنا انا قعدت معاهم مرتين يمكن ولا حاجه، وممدوع عباس قعد معاهم اكتر من مره، بس اعتقد ان احنا لازم نغير فكرنا في التعامل معاهم. ما ينفعش أن تتعامل معهم بتعالي، يعني أنت ما تروحش تقعد معهم عشان توجههم، تقول لهم تقعدوا بقى بصوا بقى أولاد إحنا، لا ده أنت لازم تسمعهم، لأن أحيانا هتلاقي عندهم أفكار تقودك أنت، وحقهم أنك تسمعهم. بس طبعا ما ننكرش أن بقوا فيهم بقى في خطورة عليهم هم وعلى الرياضة وعلى الكلام ده، فالموضوع ده لازم يتعالج بمنتهى الحكمة وبناس فاهمة، واخد بال حضرتك؟ وأعتقد أن في إحنا ناس بتحاول تلصق بيهم تهمة اللي حصل في بورسعيد. لا انا عايز اقول لحضرتك، انا جاي لك في الكلام، لما رحت اجيب بقى ادهم، فروحت اجيبه من ادهم ابني برضه اسمه ادهم والله صغير برضه فروحت اجيبه، فوقفت، رحت بقى في المنطقه اللي بيطلع منها كل جماهير الوايت نايتس، فتلموا عليا بقوا يتلموا كده ويقفوا يتكلموا شويه ويمشوا ويجوا تانيين وانا منتظره بقى، فمش عارف ازاي اقول لحضرتك كم الحزن والغضب اللي طالع منه، يعني حزن شديد جدا وغضب على الموقف والشتيمة في كرة القدم كلها، ومحاولة الأول بيسألوني لأن صحيح مات 10، صحيح مات 20، صحيح مات 30، صحيح الأرقام بقى كانت لسه تتوارد إلينا وإحنا مش عارفين إزاي كلام ده، لا ده 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 لا كرة إيه دي تروح في داهية، الكرة دي إحنا مش عايزين كرة اللي تموت الناس دول، لدرجة واحد فيهم يا باشمهندس، يعني انا اسف التعبير، انا مش بحب النادي الاهلي لكن ما حدش يموت
ما حدش يتعور كده، ده حرام، ما فيش كرة، ما فيش حاجة تستاهل، يعني واخد بالك. فده جمهور الكرة اللي وصلت عصبيته، اللي أنا ما زلت بقول لحضرتك إن وصلت العصبية إلى حد مقلق، واخد بال حضرتك؟ لكن مش ممكن يروح يقتل بهذا الكم وبهذه الفظاعة اللي احنا في نية قاصدة، في ما بينهم ناس تعمدوا الكلام. أرجع أقول لحضرتك، إحنا بقى كمسؤولين اللي خلقنا الأتموسفير اللي مكن دول يعملوا كده، بدنا سكتنا عن المواقف من البداية، من زمان مع غياب العدل، مع غياب مع النفاق، مع الإعلام، مع النفاق والإعلام. رأيك إيه في الإعلام صحيح؟ الإعلام مسؤول، الإعلام مسؤول، يعني هو المسؤول الأول زي ما أنا قلت لحضرتك. الإعلام جزء كبير، مش هنتهم كل الإعلاميين طبعا، لكن جزء كبير منهم متهم، سواء متهم من خلال ترويجه للعصبية، لأن أنت النهاردة لما حضرتك تتبنى وجهات نظر الزمالك بس وأنا أهلاوي، بتسرني، بتسرني عصبيا، وبحس بالإحباط، وتخلي الزمالك، أنا خدتها على الزمالك علشان ما حدش يزعل مني يقول أهلي، وبتخلي الراجل الزملكاوي اللي قاعد يسمعك يحس بالتجبر وإنه فوق المحاسبة، واخد بال حضرتك؟ لما تفضل تعمل الكلام ده أنت بتبوظ الدنيا، مش ما تقدمش لا ده ولا ده، والطلوع لتبرير كل خطأ. أنا أذكر، معلش لو سمحت لي، قد أختلف معاه في حاجات، لكن أنا أذكر لأحمد شوبير الوقفة بتاعته بجدة قصاد بلده الأرترس لما تجاوزه في حتة، كان في بورسعيد برضه، واخد بال حضرتك؟ أنا كان ليا موقف بس مش عايز أحكيه بقى خلاص. معاهم؟ كان ليا موقف في التلفزيون مرة، أثرت جدا من برضه حاجة أعلنت، أنا مش بوجه اتهام للجماهير أهلي ولا الجماهير زمالك ولا الحاجة، لكن واتكلمت، كنت أنا في البيت، كان ماتش أهلي وزمالك بتاع الكاس ده، الأهلي كسب 3-1، وكان في عبارات مسيئة جدا، فاتكلمت. في مداخلة موجودة معانا، موجودة معاك؟ مجهزينها، تحب نسمعها؟ نسمعها. طب نسمعها سنة كام بقى؟ 2010؟ دي كانت من سنتين اعتقد. من سنتين بالزبط. كنت انتوا في كنت في المجلس وقتها؟ كنت في المجلس بس ما حضرتش المباراة. طب خلينا نسمع برضو قبل ما نختم المداخل ده، عشان اخد منك تعليق سريع قبل كده. اوكي، اتفضل يا محمد. النائب رئيس نادي الزمالك الاستاذ رؤوف جاسر، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك باشمهندس. عرض لك نقول الحمد لله. هو مقتنعين بالهزيمة اكيد اليوم؟ نعم، الهزيمة كانت يعني مستحقة، يعني وفقا لما رأيناه في الملعب فنيا. هو احنا لعبنا مباراة سيئة، ما كناش موفقين، والاهل يستحق الفوز، ومباراة في كرة القدم تنتهي بانتهائها، ومبروك على النادي الاهلي، وارض لك للنادي الزمالك، ونبتدي من جديد، ما فيش مشكلة. لكن اللي انا عايز اقوله واطرحه حضرتك، المنظر اللي عمله روابط النادي الاهلي النهاردة، ده بيدعو ده تصرف عنصري. ان انا انت كنت في الملعب؟ لا انا في البيت حضرتك، ويؤسفني ان التلفزيون كمان ركز عليها، اللي هي يعني التلفزيون ركز عليها حضرتك، واكيد كلكم شفتوها، ان النهارده يعمل هلال ناحيه النادي الاهلي ونادي الوطنيه، ويعمل نادي الزمالك في مزبله التاريخ. لا انا مش هتاسف. انا مش هتاسف يا باشمهندس. كل الناس انا شفتها في التلفزيون في الملعب، صارت جدا متعلقه يا باشمهندس رؤوف. يا فندم، ده الدخله اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي. وبعدين انا بقول اذا تم السكوت على هذا الكلام العنصري والكلام عيب، احنا بنلعب رياضه اولا واخيرا، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. وبعدين احنا مفروض علاقتنا مع النادي الاهلي كاداره علاقه طيبه جدا، وبنتعاون لمصالحنا، لكن اللي بيحصل ده ما يصحش وغير مقبول، وانا بنتظر اعتذار من اداره النادي الاهلي عن تصرف الاحمق اللي عمله الناس دي، لان نادي الزمالك. بس هذه الناس مش مسؤوله، يعني ممكن قله مفيش حاجه متعصبه، ولكن انا كمان بطالب اتحاد الكوره باخذ موقف، وبطالب كمان الجهات، نادي مختلط للانجليز فقط، انتم مطلعينها على الشاشه، وجنبيها في مزبله التاريخ، وكروس فوق الاقباط اخواننا، والتفرقه دي تفرقه، يعني ده تصرف احمق. لا هي هذه من قله، ونحن ما اعرفش ازاي الكلام ده يتسكت عليه. انا بقول الدوله هتعمل ايه؟ وزاره الداخليه هتعمل ايه؟ النادي الاهلي هيعمل ايه؟ اتحاد الكره يعمل ايه؟ والا افتكروا من النهارده من الناس دي. انا بقولها بس بدون، انا هادي جدا، لكن انا بقول لحضرتك خليكم فاكرين مين اللي بدا الفتنه بس، لان النهارده جمهور الزمالك بيشجع لاعبته، وكاتب لافتات للاعبته، وعامل دخله لاعبته، ملوش دعوه بالاخرين. انما اللي بيحصل ده ويتم السكوت عليه وكده، دي حاجه لا تليق.
واخيرا برضو مبروك للاعبي النادي الاهلي تفوقوا واستحقوا الفوز. وعرض لك للاعيبه النادي الزمالك، عرض لك لحسام حسن، مفيش مشكله، الجايات اكتر من رايحات، ودي الرياضه وفوز وهزيمه. شكرا شكرا. انت عايز يعني من خلال المكالمه دي تقول انه انت حذرت من وقت سابق ان ممكن نوصل للكوارث دي. بالظبط وكان في تجاوزات كثيره من جمهور الزمالك في مواقف كثيره. اكيد كان في تجاوزات كثيره. بص بعد ما انا قلت الكلام ده لحد يمكن اللحظه دي ما كانش كان حصل من جمهور النادي الاهلي انه اعتدى على واحد زملكاوي حرقوه، اتحرق وحرقوا اتوبيس. بعديها جمهور اصل دي بدايه واخد بال حضرتك، ده اللي انا بقوله ان لو حضرتك سمعت الاستاذ حازم مع احترامي لي انا فاكر كويس من ساعتها، انا فاكر ساعتها انه قعد بعد ما انا اولا وهو قاعد بيكلمني برضه بطريقه عصبيه، يعني في نبره بيقول لي انت مقتنع بالهزيمه النهارده، يعني شوف السؤال استفزازي، يعني انت راجل مذيع واخد بالك وانا بكلمك وانا نائب رئيس نادي والنادي اتغلب، المفروض ان انت تبقى اكثر تعاطفا شويه، يعني ما بتستفزنيش او ما يعني لهجه الفرحه دي تبقى شويه. سيبك من ده، لما بقى اتكلمت انا هو ابتدى يهدي الموضوع ويموته، وان الاستاذ رؤوف جاسر راجل مسؤول ومش مفروض ان هو كده، يعني اتهمني ان انا اللي بزيد نبره التعصب، اللي انا بقول ما ينفعش لازم نواجه الامور دي علشان التعصب ما يزيدش. اللي انا عايز اقوله لحضرتك بعديها تاني يوم او بعديها بيوم كلمت احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، لان تاني يوم كل الجرايد كتبت رؤوف جاسر يطالب مجلس اداره النادي الاهلي بالاعتذار كما لو اني كلمتهم كلهم، تعرف خدوا. فكلمته قلت له اطلاقا انا ما اقصدش التنديد بيكو خالص، وانا ما قلتهاش الا وقت المباراه ساعتها، وثانيا انا مش معنى اعتذار يعني تيجوا تبوسوا دماغنا ولا تيجوا تزورونا ولا الكلام ده، لا لا، بس خلينا نتكلم ان في لازم نشجب بهذا الموضوع علشان الناس تعرف ان مجلس وان في مشاكل جايه لكلنا ولازم نقعد مع بعض عشان نواجه هذا الكلام. فقال لي طبعا هشوف كابتن حسن ارد عليك وبتاع، ما حصل. بغض النظر انت تقصد يعني تقول انه لو كان حصل وقفات في مثل هذه المواقف من البدايه بعديها جمهور الزمالك اقتحم النادي الاهلي في مباراه هاند بول او فولي بول مش فاكر، هاند بول اقتحموا النادي الاهلي والاهالي جريت الاعضاء جري والاسر. طبعا وبعدين ما هو انت اي فعل ليه رد فعل، يعني انا يعني ما ينفعش تسكت على الكلام ده واخد بال حضرتك. المهم دلوقتي يعني انا متشكر انك جبت دي علشان يعني دي دوكيمنت بتقول ان انا قلت الكلام ده من امتى، وليس قصدا هجوم على جمهور النادي الاهلي اطلاقا، يعني انا اللي يعنيني الاول المصايب اللي تحصل دي واخد بال حضرتك. فارجو ان اولا دلوقتي الجماهير تقربت جدا، يعني يمكن الفايده الوحيده من هذه المصيبه يعني ان بقى في شعور من التقارب ما بين الجماهير كلها، حتى في بورسعيد طلعوا بمظاهرات ينددوا بالحدث، فالجو ده يجب استغلاله وبسرعه. واعتقد ان الامن لازم، وده هيبقى من خلال اعاده المباريات ومن خلال ان مجالس الادارات كلها تقعد مع بعض وتشوف حل الموضوع ده، ويتم الحوار الجدي مش المتعالي مع كل الروابط. تمام. اخيرا مهندس رؤوف جاسر، قبل ما اختم، بتفكر ان تكون رئيسا لنادي الزمالك في المستقبل؟ بص حضرتك انا اي خطوه باخدها في حياتي في وقتها من طموحي ان انا ابقى رئيس في نادي الزمالك، لكن لما نوصل ربنا يدينا الصحه والعمر لما نوصل لوقت الانتخابات ساعتها القرار. انت مع بند الثمان سنين في الانديه؟ تماما معاه تماما معاه تماما معاه تماما، رغم ان ده ضد مصلحتي لكن انت معاه تماما، لان مش معقوله حضرتك، مش منطقي اطلاقا ان احنا نطالب ان رئيس الجمهوريه يقعد مرتين يعني انت ضد فكره الاهلي بيقاضي المجلس القومي. انا مش ضد النادي الاهلي بالتحديد. لا فكره، قلت فكره النادي الاهلي. لا لا لا، وانا في الالفاظ وانا زعلان جدا من المجلس القومي انه ما حطهاش في القانون، لان النهارده حضرتك ليها مزايا كتيره جدا، وحتى اذا كان النادي الاهلي بيرد على انه هو مستقر. بيقولوا لي في المجلس القومي حطها النهارده في مشروع اللائحه الجديده. مشروع، ما هي محطوطه في اللائحه. انما مشروع اللائحه ولا مشروع القانون؟ لا مشروع القانون. مشروع القانون اضافها يعني. اضافوها النهارده في مشروع القانون. طب كويس كويس، لان هم كانت مفاجاه ان هم ما حطوهاش في مشروع القانون، على قدر معلوماتي من الناس القانونيين اللي فاهمين في القضاء الاداري والكلام ده قالوا انها دستوريه ومتوافق عليها من الدستور. إذن انت مع فكره الثمان سنين تماما وتداول السلطه في طبعًا الانديه؟ طبعا طبعا، لان الاستمرار يعني احنا ده عمل تطوعي، انت داخل نادي بتحبه عايز تديله شويه، اديله شويه وامشي، سيب غيرك، لو انت راجل ناجح قوي امشي شويه وتعالى تاني. اخيرا في لاعب بتفكر تقول انا عايز يعني اجيب اللاعب ده لنادي الزمالك؟ لا كتير، مش واحد بس في الدوري المصري؟ لا ده انا بتمنى
يعني في كذا لعيب. لا كتير. مين مثلا؟ اتمنى احسن لعيبه في مصر يلعبوا في نادي زي مين يعني؟ بتقعد انت تتفرج يعني؟ انا لما بقعد بفكر انا نفسي في طبعا محمد صلاح والنني في المقاولين العرب. محمد صلاح والنني. هل فعلا احمد عيد عبد الملك بتفكروا يجي الزمالك؟ احمد عيد عبد الملك كان لا هو هو الولد يعني اصلا ابن النادي انت حضرتك عارف يعني، فكان حصل حوارات مع فاحيانا بس هما متمسكين بيه فخلاص يعني. لكن انت صلاح والنني على على اولوياتك. لو انا بختار ده كده اختياري. طب شخشخوا جيبكم بقى صلاح والنني اكيد تمنهم غالي جدا دلوقتي. ربنا يوفقك. شوانس روف جاسر انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق باذن الله. انا اشكرك وارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليك وعلى بالعكس احنا كنا مخططين نقعد وقت اقل من كده الفقره، لكن الحديث معاك ممتع. الله يخليك. ويعني جرنا شويه على شويه دقايق من فقره كابتن شادي محمد واحنا خارجين دلوقتي هنقول له يعني معلش. اشكرك شكرا جزيلا المهندس روف جاسر. عندنا انترفيو مهم جدا مع كابتن اسماعيل يوسف المدرب العام لنادي الزمالك، بيتكلم عن كل شيء عن نادي الزمالك وعن مباراه يانج افريكانز المقبله. نشوف اللقاء مع كابتن اسماعيل يوسف وبعد كده فاصل ثم نعود نتواصل مع الكابتن شادي محمد.